15 من أكتوبر من العام 87 900 و1000، الساعة الرابعة بعد الزوال، في مقر المجلس الوطني للثورة بواغادوغو، 6 من مستشاري ومساعدي الرئيس توماس سانكارا ينتظرون حضوره لترأس اجتماع. وصل سانكارا متأخرا قليلا، يرتدي زيا رياضيا أحمر اللون، فيوم الخميس هو يوم الرياضة للجميع. جلس وأذن ببدء الاجتماع. كان المستشار ألونا تراوري العائد من زيارة لبنين أول من تناول الكلمة، ما إن بدأ مداخلته حتى سمع صراخ في الخارج ودوت طلقات كلاشنيكوف، طلقات مجموعة مسلحة أخذت مواقعها حول مقر المجلس الوطني للثورة بعد تصفية كل فريق الحرس الخاص بالرئيس. يحكي ألونا تراوري الناجي الوحيد من المجزرة أن سانكارا وقف وقال لأعضاء فريقه: لا تتحركوا، أنا من يريدون. صدرت أوامر من عناصر الكوموندو للجميع بالخروج. استسلم سانكارا ورفع يديه خارجا من القاعة. مباشرة تلقفه وابل من الرصاص. المصير نفسه سيواجه أعضاء فريقه باستثناء تراوري. قتل أبو الثورة ومعه 12 من مساعديه. تم تجنيد السجناء لدفن الضحايا ليلا في سرية تامة في مقبرة شرق واغادوغو. كان سانكارا يقول إن الأصدقاء لا يخونون، ولكن صديقه ويده اليمنى بليز كامباوري هو من قاد الانقلاب الدموي ضده. وصل الضابط الشاب توماس سانكارا إلى الحكم وهو في 33 بعد انقلاب لقي تأييدا شعبيا في العام 83، وأصبح رئيسا لدولة فولتا العليا التي سيغير اسمها المرتبط بالمستعمر إلى دولة بوركينا فاسو وتعني أرض الرجال النزيهين. سيقضي 4 أعوام فقط في الحكم، لكن ذكراه تظل خالدة في بلاده وفي الخارج. كان شخصية ثورية كاريزمية، لقب بتشي غيفارا الإفريقي بعد رفعه شعار التصدي للإمبريالية وتعهده بالقضاء على هيمنة القوة الفرنسية المستعمرة، كما أنه تبنى برامج اقتصادية طموحة وركز على التغيير الاجتماعي وعلى الاكتفاء الذاتي الزراعي، وأعطى الأولوية للتعليم وتعزيز الصحة العامة. ويسجل التاريخ أيضا التزامه بحقوق المرأة، إذ يعد الرئيس الأول في تاريخ إفريقيا الذي منع ختان الإناث وزواج القاصرات. تحول سانكارا إلى بطل ثوري وإلى رمز لكفاح الشعوب المستضعفة. خشي قادة أفارقة من انتقال عدوى ثورة سانكارا إلى بلدانهم، وخشيت فرنسا على نفوذها ومصالحها، وجاءت تصفيته. من يحاكمون اليوم 14 شخصا، بينهم الرئيس السابق بليز كامباوري الذي يحاكم غيابيا حيث يعيش لاجئا في كوت ديفوار. إلا أن روايات كثيرة راجت ولا تزال حول الجهة أو الجهات التي تآمرت لاغتيال سانكارا، منها من أشارت إلى دور لفرنسا أو ضلوع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بدعم من قادة أفارقة. طوال 27 عاما من حكم كامباوري محيت من كتب التاريخ في بوركينا فاسو ذكرى سانكارا، وتم تقويض كل الإصلاحات التي اعتمدها، ولم يفتح التحقيق في عملية الاغتيال إلا بعد الإطاحة بكامباوري في موجة احتجاجات شعبية عام 2014. قبل سنتين أقيم نصب تذكاري لسانكارا وسط واغادوغو، بات أشهر قبلة للزوار في المدينة.